بعيدا عن الفلسفه، غردت على تويتر انه اكيد لاعبين الاتحاد مش اسوء لاعبين في الدوري السعودي، يعني مثلهم مثل لاعبين الباطن، مثل لاعبين احد، مثل لاعبين الحزم، وكلهم فازوا. اداره تغيرت، مدرب تغير، جمهور حضران اليوم ولسه صابر، يعني هذا الجمهور لسه اكثر من الجمهور اللي شفناه في الدربي الشرقيه. ابو سلطان شو فيه؟